أعزائنا الطلبة مرحبا بكم. اليوم عندنا المحاضرة الأولى في مادة التصميم الميكانيكي للمرحلة الثالثة لفرع الميكانيكي الإحيائي لقسم هندسة الطب الحياتي. اسم المحاضرة Design of Power Screw، تصميم لوالب نقل القدرة. طبعا مثل ما نشوف بهاي الصورة، هنا عندنا اكو نوعيتين من اللوالب. نوعية اللي السين مالتها يكون سكوير مربع، ونوعية اللي يكون شبه منحرف اللي هو اكمي. طبعا بالنسبة للشبه للمربع، شكل المربع هذا شكل السين، نكون هذه هي الابعاد المطلوبة للسين. شوف هنا عندنا اول شغلة هاي الخطوة البيتش، هاي البيتش هي المسافة بين نقطتين متماثلتين، نقطتين هاي النقطة وهاي النقطة، نقطتين متماثلتين على سنتين متجاورتين، هاي البي. هنا أنا أشوف إنه الفراغ يساوي سمك السن، فراغ ويساوي نصف خطوة بي على اثنين، عمق السن يساوي لي أيضا نصف خطوة بي على اثنين. فإذا كان بالسؤال يقول خطوة 6 مليم، معناها عمق السن 3 مليم، سمك السن 3 مليم، أرض الفراغ 3 مليم، الخطوة 6 مليم. وأيضا هنا عندي القطر الخارجي الأوتر ديامتر اللي هو دي، وعندي قطر القاع، قطر القاع اللي هو شنو؟ قطر الرود ديامتر دي آر. طبعا قطر القاع إيش حيساوي؟ حيساوي القطر الخارجي ناقصا خطوة كاملة، لأن هنا عندي نص خطوة من الجهة الثانية نصف خطوة. وأيضا أكو عندي هنا أكو دائرة وهمية يسموها دائرة الخطوة، دائرة الخطوة كي هنا نشوفها أفضل. وأما هنا مثلا نشوف السن الأكمي هذا اللي هو شبه منحرف، أيضا نفس العملية، الخطوة بيتش البي هذه هي المسافة بين نقطتين متماثلتين على سنتين متجاورتين، هاي السن وهاي السن المجاورة لها، يفضل أن تقاس عند دائرة الخطوة، عند دائرة، هاي هي دائرة الخطوة، دائرة الخطوة. هنا أنا أيضا أنا عندي عمق السن هو نصف خطوة، هنا أنا الزاوية مال شبه منحرف هي 29 درجة، وسمك السن عند دائرة الخطوة يساوينا نصف خطوة، وعرض الفراغ عند دائرة الخطوة أيضا يساوينا نصف خطوة، وبذلك يكون قطر القاع يساوينا القطر الخارجي ناقص خطوة كاملة، وقطر دائرة الخطوة اللي هي دي ام دي ميديان هيساوي ان القطر الخارجي ناقص نصف خطوة. هاي اهم الابعاد المطلوبة اللي راح نلاقيها ببداية كل سؤال يجينا، راح يقول لك اعطيني الابعاد مال السن والاقطار تستنتجها من خلال هذه الرسومات الاثنين. طبعا الباور سكرو، هذا الباور سكرو هو اللي لو بنقل الحركة يوز تو تشينج انجلر موشن تو لينير موشن، هذا طبعا أسهل وسيلة لتحويل الحركة الدائرية، حركة دورانية إلى حركة خطية. فنشوف أنه مثلا بأي منضدة، منضدة جهاز ميكروسكوب، منضدة جهاز حتى يعني مثلا مال مفراس، أنه نشوف أنه أكو محرك مشدود على لولب، وهذا اللولب مشدود عليه نت صامولة، والصامولة من يفتر اللولب الصامولة مشدودة على المنضدة، والمنضدة راح تحرك لي الشيء الجزء اللي أريد أنقله أو الحمل مثل إنسان أو أي قوة معينة حتحول ليها إلى حركة خطية. وهذا الجهاز منتشر جدا في جميع أغلب الأجهزة الطبية موجود، كذلك الأجهزة الأخرى ومكان التفريز ومكان الخراطة في ورش الإنتاج وهكذا. طبعا هو مشابه للنت، البلت والنت، السكرو والبلت نفس اللوالب والبراغي نفس المبدأ، تكون العملية بنفس المبدأ. عادة ما ننقل القدرة، احنا نستخدمها حتى ننقل لنا القدرة. مثلا عندي هاي البيس الاكزامبل انكلود فيسز الملزمات او المناضد اللي هي مناقن يسموها، اللي تشد لنا الاشياء لما نريد نستخدمها، مثلا مناقن على المناقن في ورش البرادة، في ورش الحدادة، بريسز البريسات او زيت الكبس، الجكات، جاكس، جكات مثلا من جاك مال رفع السياره الى اخره، الليد والسكرو اولديث، ايضا الليد سكرو
على ماكينة الخراطة اللي هو لولب اللي يسكره اللي هو لولب نقل الحركة. طبعا هنا أنا عندي يعني فد ملاحظتين. عندي أول شغلة إنه الإكسبريشن التورك هنا أنا يعني طبعا أي عملية بالتصميم أوجد لها العزم اللي هو التورك، حتى بالأخير من التورك أقدر أشتق القدرة، وبالتالي أقدر أعرف إيش قد قيمة المحرك أو قدرة المحرك المطلوب حتى لتحريك هذه الآلية. طبعا هنا أنا عندي حركتين لهذا اللولب. هذا هو اللولب اللي نشوفه باللون الأحمر، هذا هو اللولب. وعندي هنا أيضا عندي أني القوة اللي يسلط عليه، هاي القوة اللي هي وزن الماكينة، وزن الجزء المطلوب رفعه، وزن الميكروسكوب مثلا، وزن الشخص زائدا الآليات المرتبطة بمنضدة المفراس وهكذا. هاي القوة، هذه قلنا الخطوة البيتش هي المسافة بين نقطتين متماثلتين على سنتين متجاورتين. وهذه الزاوية اللي هي عندي زاويتين هنا، زاوية الحلزون اللي هي اللامدة، هاي زاوية على تمارتون خمس درجات إلى ست سبع درجات حسب نوع. طبعا كل ما تقل كل ما تزيد زاوية الاحتكاك وتزيد قدرة ال السكرو هذا أو البور سكرو على نقل الأحمال. وهاي زاوية مكملة لها زاوية الحلزون لبساي، وهاي هي القوة F. طبعا هذا النت باللون الرمادي اللي هو من يفتر اللولب راح يساهم على حركة النت صعودا ونزولا. طبعا هنا عندي أني أول عملية عندي مصطلحين الرايزنج واللورينج لود، الحمل الصاعد والحمل النازل. طبعا مثل ما نشوف انه اللولب لما يصعد، نفرض الجك مع السيارة لما صعد على شكل لولب يصعد السيارة، هذا حمل صعود لازم يحمل وزن السيارة، لكن عند النزول ما راح يحمل، يعني ما راح ياخذ نفس الحمل، فراح يكون الحمل اقل. لذلك يجب ان نعرف بالبداية ما هو حمل الصعود الرايزنج وما هو حمل النزول اللود. طبعا هاي المصطلحات اخذناها احنا، قلنا البيتش البي بيتش ويساوي لنا التقدم هو L. التقدم هو شنو؟ المسافة اللي يتحركها اللولب أو النت لدورة واحدة من اللولب، وهي الخطوة نفسها. إذا كان اللولب single thread، يعني أن التقدم إذا كان هذا اللولب متكون من حلزون واحد، فالخطوة تساوي التقدم. لكن إذا كان أكثر من حلزون فالتقدم ليد حيساوي لي الخطوة في عدد الحلزونات. لذلك هنا اللي يقول الخطوة البيتش يساوي الليد وار سنجل ثريد سكرو، إذا كان عندي اللولب بجروف مفرد أو حلزون مفرد. هنا أنا هذه زاوية الصعود، هذه الليد أنجل اللامدة، والبساء هي زاوية الحلزون، والدي أم هو المين ديامتر. الدي أم هو قلنا القطر المتوسط أو قطر دائرة الخطوة، قطر دائرة الخطوة، هذا القطر المتوسط هنا حيكون في وسط السن، تقريبا في وسط السن، لا هو القطر الخارج ولا هو قطر القاع. طبعا هنا أنا لما حتى أجي أوجد التورك لازم أنا عندي شنو؟ عندي على هذا هو سطح مائل، يعني اللولب ممكن تمثيله بسطح مائل، القاعدة مالته تمثل قطر اللولب أو محيط اللولب عند دائرة الخطوة. يعني المحرك شو يساوي؟ إن النسبة الثابتة في القطر، هنا عندي القطر المتوسط اللي قلنا هو يساوي القطر الخارجي ناقص نصف خطوة، وهذا عندي شنو؟ التقدم اللي هو الخطوة إذا كان سينجل ثريد أو يساوي عدد من البيتشات حسب عدد الجروفات. طبعا وهاي في حالة اتزان، هاي مجموعة القوة المسلطة على اللولب في حالة الاتزان، يعني نقدر نطبق عليها قوانين الاتزان اللي هي مجموع القوى باتجاه X يساوي صفر، مجموع القوى باتجاه Y يساوي صفر، فممكن نطبق عليه قوانين الاتجاه. هذا في حالة الصعود وهذا في حالة النزول. في حالة النزول نشوف انه هاي هي القوة الرئيسية المسلطة على اللولب، وهذا حمل الصعود اللي احنا بدنا نبحث عنه، هذا حمل الصعود، وهذه هي القوة العمودية على سطح اللولب المائل، وهذه قوة الاحتكاك اللي تساوي معامل الاحتكاك في هذه القوة العمودية، معامل الاحتكاك الـ F. هذا طبعا يعطينا بالسؤال
ويعطينا الاف بالسؤال واحنا نجد حمل الصعود. هنا حمل النزول هو نفس العملية، هم مشبهة بسطح مائل، زاوية الصعود هي لامدة، هذه نفسها لامدة زاوية الحلزون أو زاوية الصعود، وهذا التقدم والقاء مال اللولب هو محيط اللولب، وهنا عندي أنا نفس القوة مسلطة عند النزول ونفس القوة العمودية، لكن هنا عندي قوة النزول البي ال بي لورينج عكس قوة الصعود في حالة الصعود البي رايزنج، وهي أيضا قوة الاحتكاك حتكون عكس قوة الاحتكاك في حالة الصعود. طبعا هنا لما تجينا قلنا هذين الحالتين في حالة اتزان، في حالة اتزان راح نطبق قوانين الاتزان، سميشن اكس يساوي صفر، سميشن يعني مجموع القوى باتجاه محور اكس يساوي صفر، مجموع القوى باتجاه واي يساوي صفر. طبعا هنا بدينا ناخذ باتجاه اكس، هذه هي قوة الصعود، الحمل الصعود بي ار موجبة ناقصا عندي يعني هذه زاوية القوة العمودية ان ساين لامدا ناقصا ايضا الاف ان اللي هي القوة الاحتكاك اللي هي القوة العمودية في معامل الاحتكاك في كوساين الزاوية لامدا يساوي صفر، وكذلك نفس العملية في حالة مجموع القوى باتجاه واي يساوي صفر. فذن معادلتين اولية للاشتقاق. الان ايضا هنا هذه في حالة الصعود معادلتين في حالة الصعود، وهنا في حالة النزول معادلتين، فاشتقينا وش معادلتين من خلالها، من خلالها انا من اجي احل هاي المعادلات راح القى انه هاي حمل الصعود حيساوي لي هاي المعادلة اللي هو القوة قوة الحمل المطلوبة اللي راح نعطيها بالسؤال في معامل الاحتكاك كوسان لامدا ناقص ساين لامدا على كوسان لامدا زائدا معامل الاحتكاك ساين لامدا، وايضا قوة النزول اللي هو بي لورينج، هاي لورينج وهاي رايزنج. هنا العملية حتكون شوية بها تعقيد، ليش؟ لأن بدلالة شنو؟ بدلالة ساين والكوسين نسب مثلثية. فأنا حتى أتخلص من النسب المثلثية أقول أنا يعني من هذا الرسم عندي، هذا الرسم تانج الزاوية لامدا إيش حيساوي التقدم على المحيط، فأعوض دلالة تانج بدلالة تانج، أعوض بدلالة تانج هاي النسب المثلثية، راح يطلع لي معادلات صافية لحمل الصعود وحمل النزول. هنا المعادلة ما بيها لا نسب مثلثية ما موجودة، حمل الصعود مثل ما نشوف يساوينا القوة، قوة رئيسية بين قوسين التقدم L على المحيط الباي في قطر دائرة الخطوة المتوسط زائد معامل الاحتكاك على واحد ناقصا معامل الاحتكاك في التقدم تقسيم باي dx. وأيضا P lowering هم نفس الشيء، حمل النزول نفس المعادلة بس بها تغييرات بسيطة حسب الاشتقاق السابق. الآن أنا هذا الحمل ما أقدر أستخدمه، ليش؟ أنه أنا حتى أجد الباور القدرة أحتاج التورك وليس أحتاج التورك وليس الحمل، تورك وليس الحمل. فحتى أحول الحمل التورك هو شنو؟ العزم الرايزنج أند لورينج تورك، يعني العزم الصعود والهبوط. هذا العزم احنا ماخذين معادلته ببساطه يساوينا القوه في ذراعه، القوه في ذراع، هاي القوه نفسها بس اضربها في ذراع القوه يساوي تتحول الى تورك، هذا قانون اضربها في من؟ في ذراع القوه. ذراع القوه شنو؟ هو نصف قطر دائره الخطوه، يعني باعتبار انه العزم هو رده يسلط على السطح الخارجي او على قطر دائره الخطوه، فيكون الذراع مالته هو نصف العزم، هذا العزم مثل ما نشوف هذا العزم، اذا كان عندي عزم هنا عزم حيكون عندي عند دائره الخطوه هاي القوه في من؟ في نصف نصف القطر، الذراع مالته نصف القطر. فهنا راح يصير عندي شنو؟ حيتحول هاي المعادلات نفسها بس اضربها في شنو؟ في دي ام على 2، اضربها في دي ام على 2 يتحول الى تورك. فنشوف هنا صار عندي حمل الصعود عزم الصعود بس ضربت نفس المعادله السابقه في دي ام على 2 اللي هو نصف قطر دائره الخطوه، وايضا حمل التورك النزول اللي هو التورك اللورين صار عندي نفس المعادله السابقه مال حمل النزول بس ضربته في نصف قطر اللي هو ذراع القوه حتى تحول الى عزم. طبعا بعد هاي العمليه هنا يجب ان اجد الكفاءه،
يجب أن أجد الكفاءة. كل منظومة، كل منظومة أنا أصممها يجب أن أعرف الإفشنسي مالتها، إيش قد الكفاءة. طبعاً أكو بعض المنظومات كفاءتها عالية، يعني ممكن مثلاً إذا أنا جبت نفرض فد محرك 10 كيلوات، أشوف إنه راح أقدر أحصل بعد ما أدخل المنظومة المصممة وأطلع من الجهة الثانية بالأوتبوت، أنا أدخل إنبوت 10 كيلوات ممكن أنا أخذ 9 كيلوات بالأوتبوت. لكن الإفشنسي مال هاي المنظومة شوية منخفضة، الإفشنسي مال هاي المنظومة منخفضة. لذلك كان يجيني بالسؤال يقول لك مثلا جد الإفشنسي مال باور سكرو مال هذا السؤال اللي يعني يعطيك إياه. فهنا الإفشنسي ها هي معادلتها، الإفشنسي الإي يساوي إن القوة اللي نعطيناها بالسؤال في التقدم، هذا الإل التقدم قلنا هو عبارة عن طول الخطوة في عدد الجروفات، يعني إذا الخطوة قلت لك 6 مليم وجروفين حيصير لنا تقدم 12 مليمتر على 2 في باي نسبة ثابتة في تورك الصعود تورك رايزنج. يعني هنا أنا بالسؤال حتى تختصر الوقت مثلا طلبت منك قلت لك بس أوجد لي الإفشنسي مال باور سكرو، فإذا قلت لك بس الإفشنسي هنا السؤال حتى لا يضيع الوقت عليك، مو تروح تطلع لي حمل الصعود وحمل الصعود وحمل الهبوط، لا ما محتاج هنا يعني. انت رأسا تروح تطلع التي ار، حتى التي ال ما محتاجه اذا ما طلبته من عندك، قلت لك انه تورك مال لورينج اذا ما طلبته منك لا تحل لين هذا ياخذ وقت، فرأسا بس توجد التي ار وتجي رأسا تحل بمعادلة الكفاءة لانه عبارة عن قوة نعطيك بالسؤال وتقدم نعطيك بالسؤال 2 باي تي ار استوك انت وجدته فنطلع تطلع عندنا كفاءة. طبعا هاي بالنسبة للعملية. اكو عندي بس اضافة اخرى بعد انه هذا التورك مو تورك كامل، اكو عندي ايضا عزم اخر بسبب الفريكشن، بسبب الفريكشن اللي هو الكولر فريكشن. نشوف هذا اللولب، هذا اللولب مسند بيمن فد يعني قرص نسميه احنا كولر، اذا ماكو هذا الاسناد اللولب ما يشتغل، فيسند على جسم الماكينة او جسم الجيك او جسم الجهاز، جهاز الرفع. فهذا الكولر هم الاحتكاك بينه وبين الماكينة، الاحتكاك راح يسبب لي عزم اضافي، عزم اضافي. هذا واللولب والنت احنا لقينا التورك مالته تي ار وتي ال، لكن بالكولر راح نضيف الكولر التورك الكولر لهذه المعادلة السابقة حتى يطلع لي عزم كامل. فهذا الكولر راح يكون له قطر، انا من اقول لك كولر اقول لك قطر الكولر هالقد، وايضا معامل الاحتكاك بينه وبين الماكينة اجعطيك اياه اقول لك مثلا الاف كولر اللي هو معامل الاحتكاك كولر هالقد. فايضا هنا أنا الكولر هاي معادله الكولر التي كولر عزم الكولر، هذا نضيفه للمعادله مال تي ار وتي ال حتى تصبح عندي العزوم كامله. مرات الطالب مثلا يسوي لي تي ار وما يضيف له تي كولر، لا هاي لازم يضيف التي كولر لها. تي كولر شو يساوي انه يساوي انه القوه في معامل الاحتكاك للكولر، انطيك انا بالسؤال في قطر الكولر على 2 اللي هو القوة، قوة في ذراعها دي كولر على 2، بس هنا دخلت معامل احتكاك دخل ميها لأنه هي شنو هي عزم احتكاكي. طبعا هنا أنا أيضا راح نشوف أنه ها عندي بعض المعاملات، معاملات أنه إذا ما طلعتك بالسؤال الأف، إذا ما طلعتك بالسؤال الأف اللي هو معامل احتكاك أنت لازم توجده من خلال الجداول. أكو موجود جدول 8-5 يقول إذا كان عندك اللولب من الصلب وما كان أكو بيه تزييت هيكون عندك مع الستيل، إذا كان الشفت اللولب من الصلب والنت من الصلب هذا معامل احتكاك مالتهم، إذا كان اللولب من الصلب الجاف مع برونز النت هذا معامل احتكاكه، إذا كان اللولب من الصلب الجاف بدون تزييت مع براس النت هذا هو مع احتكاكه، وإذا كان مع الكاسعين وهكذا. إذا كان عندي مثلا الستيل مع شنو مع زيت المكائن حيكون هاي معاملات احتكاك للنتات بمختلف أنواع المعادن، وكذلك إذا كان الشفت مصمم بالبرونز فيكون هاي معاملات الاحتكاك مالته مع هذه المواد من النتات. أيضا هنا عندي نعطيني معامل احتكاك مال من للكلر، للكلر يعني يقول إذا سولت ستيل أون كاست آيرن، إذا قلت لك مثلا أنا عندي
صلب طري على حديد زهر في حالة الحركة مع الارتكاك مالته 12، في حالة السكون مع الارتكاك مالته 0.17 نا 0.12. هاي المعادلة أنا أعطيك إياها رأسا، المعامل مع الارتكاك لللولب والنت وللكلر. بس إذا ما طلعك عندك هاي جداول 5 و 6 تستخدم الإيجاد معامل الاحتكاك. الآن نوجد الستريسز، الإجهادات المتوفرة الموجودة على هذا اللولب، وهذا في مقطع لسن، مقطع لسن، هذا مقطع لسن لولب، مقطع لسن لولب. فقلنا إحنا سمك السن هو نصف خطوة، وعمق السن هو نصف خطوة، وهذا هو قطر القاع، وهاي هي القوة المسلطة على اليمين على منطقة القطر المتوسط، وهذا أيضا هو القطر المتوسط الدي ان لللولب. فأخذنا هنا سن واحد. طبعا هنا أنا إذا أطلب من عندك، أكو عندي أربع معادلات أو خمسة، أطلبها من عندك أنت تجي تطبقهن حسب هاي المعادلات. مثلا قلت لك القالي الشير بسبب التورك، حتقول لي أوكي تاو يساوي 16 تورك اللي هو تي آر على باي دي آر تكعيب، اللي هو دي آر شنو؟ قطر القاع تكعيب. معادلة بسيطة طبقها يطلع لي شنو؟ إجهاد القاص بسبب التورك بسبب العزم. أيضا إذا طلبت من عندك البيرنج ستريس، البيرنج ستريس اللي شاهد يقول إنه البيرنج ستريس هيساوي لي شنو؟ 2 F على باي دي إم إن تي بي. الإف 2 F، الإف هنا أعطيناها بالسؤال، الباي نسبة ثابتة، دي إم هو قطر المتوسط للخطوة، الإن تي هنا شنو؟ أعطيك بالسؤال أقول لك مثلاً إنه كم سن راح يسند هاي القوة، كم سن؟ فإذا قلت طلبت من عندك سن واحد إيش راح تقول لي؟ السن الأول طبعاً هنا هذا السن اللولب لنفرض هو لولب والنت متعشق ويا اللولب فر 10 أسنان. هل جميع هذه الأسنان هي يعني حصة كل سن هو نفس الحصة من الحمل؟ لا. هنا لما حسبناه وجدنا انه السن الاول يشيل 38% من الحمل، 38% من الحمل. فاذا قلت لك بالسؤال القالي البيرنج ستريس لسن واحد يعني انت 1 هذا سن واحد، ايش راح تقول لي؟ يقول لي اضرب هاي القوه في 38% منها، فاضرب القوه في 38% ووجد البيرنج ستريس. ليش؟ انه السن الاول يشيل حوالي ثلث الحمل. فإذا احنا حسبنا على أول سن وطلع السن آمن بالنسبة نسبة إلى إجهاد الخضوع، فباقي بالمية بالمية باقي الأسنان، لأن السن الثاني حيشيل 25% من الحمل، السن الثالث يشيل حوالي 16%، فأقصى حمل يتحرض إلى السن هو السن الأول. فلذلك تأخذ السن الأول NT1. هنا أيضا البندك ستريس هو حيساوي لشنو؟ هنا أيضا معادلة موجودة 6F على باي 6F، هاي الF القوة الرئيسية بالسؤال، الباي دي آر هو قطر القاع في أنتي عدد الأسنان اللي راح ترفع وفي الخطوة. فإذا قلت لك سن مفردها هم أيضا هنا تأخذ 38% من القوة، وهنا تخلي أنتي 1. وهنا أيضا الترانسفيرس شير اللي هو القص المستعرض تاو حيساوي الإجهاد القص المستعرض حيساوي 3F على باي دي آر ان تي بي. فإذا 3F، إذا اللي قلت لك الان تي سن واحد مفرد حتقول تضرب لي هاي العملية في 38%. إذا قلت لك سنين تكتب هنا 2 وهنا تضرب في 38 زائد 25%، يعني بين قوسين في 0.38 زائد 0.25، وبالتالي راح اعرف اجهاد القص المستعرض. هاي بالنسبه عندي اهم النقاط الملاحظات. هنا راح نبدي بالاكزامبل 8-1، هذا الاكزامبل راح يوضح لي كل هاي العمليه. هذا الاكزامبل راح يوضح لي هاي العمليه اللي شرحناها بهاي المحاضره. طبعا هنا انا شو يقول بالاكزامبل هذا؟ يقول انه اسكوير ثريد باور سكرو. فاذا انا عندي باور سكرو اللي هو لولب لنقل القدرات، نوع السن مالته سكوير مربع، هذا نوع السن سكوير مربع.
الميجر ديامتر القطر الخارجي الميجر ديامتر 32 ملم، فإذا القطر الخارجي 32 ملم، والبيتش مالتي الخطوة بين نقطتين متماثلتين على سنتين متجاورتين البيتش يقول لي 4 ملم. والدبل ثريد، دبل ثريد يعني أنا عندي جروفين مو سنجل ثريد، يعني أكو عندي جروفين موجودة بهذا اللولب جروفين، فإذا التقدم مش حيصير عندي الخطوة 4 ملم في 2 اللي هي حيساوي لنا 2 في البيتش. And it is also be used in the application similar to that in figure. هذا طبعا هو الفيجر هذا بس إذا قرعناه 90 درجة حيصير هو جاك ما سيارة، جاك ما سيارة. فعندي هذا لولب ونت جاك حتى نرفع الجاك مال السيارة حتى نرفع بي سيارة. هنا أيضا نعطيني معلومات، يقول أنا عندي معامل الاحتكاك مال اللولب ويا النت يساوي معامل الاحتكاك مال الكولر ويساوي 0.08. قطر الكولر 40 ملم، هذا قطر اللولب 32 قطر الكولر 40 ملم، والقوة المطلوب رفعها 6.4 كيلو نيوتن بير سكرو، يعني شنو حوالي 6400 نيوتن، هي 6400 نيوتن. هذه المطالب الموجودة بالسؤال المطلوب. طبعا شو هنا أنا عندي شو مطلوب، مطلوب مطلوبين 3 4 5 6 7 8 مطالب. فالمطلوب الأول هو فرع أي، يقول find the thread depth، إيش قد عمق السن. إحنا قد قلنا عمق السن هو نصف خطوة، فإذا الخطوة عندي 4 مليم إيش قد العمق السن 2 مليم، فأقول إنه depth يساوي إنه خطوة على 2 ويساوي 4 على 2 ويساوي 2 مليم. هاي بالنسبة هاي خلصنا منها. الثريد ويث عرض السن طبعا قلنا هم يساوي نصف خطوة يساوي 2 ملم. البيتش ديامتر قطر دائرة الخطوة قلنا يساوي القطر الخارجي ناقص نصف خطوة. قطر الخارجي ايش قد قلنا؟ قلنا هو نعطيناه 32 ناقص نصف خطوة 4 ملم، نصف ال 4 2 حيساوي لنا قطر المتوسط دي ام 30 ملم. المينر ديامتر مرات يسمي مينر اللي هو قطر الخارجي دي ار، حيساوي للقطر الخارجي ناقصا خطوة، قطر الخارجي 32 يعني دي ار يساوي 32 ناقصا خطوة 4 يساوي 28 ملم. انجيت التقدم قلنا هو شنو؟ عبارة عن خطوة في عدد الثريدات، الخطوة 4 ملم وعدد الثريدات دبل يعني 2 يساوي 8 ملم. هذا الفرع الأول الحل، هذا الفرع الأول مثل ما قلنا قطر المتوسط يساوي قطر ناقص نصف خطوة، قطر القاعي يساوي قطر ناقص خطوة 28 ملم. التقدم يساوي شنو؟ يساوي عدد اللوالب في الخطوة، عدد يعني الدبل 2 في الخطوة طولها 4 ملم يساوي 8 ملم. الفرع الثاني من السؤال البي يقول find the torque required to rise and lower the load. find the torque، جد التورك المطلوب لرفع وخفض الحمل. طبعا هنا طالب الاثنين عاتين تي ار وتي ال، فانا جيت اطبق تطبيق مباشر تي ار هذا للولب وهذا للكلر اثنين عاتين اضيفهن. الاف 6.4 من 10 كيلو نيوتن، الدي ام هي القطر المتوسط 30 ملم على 2، هذا التقدم 8 ملم، الباي نفسها المعامل احتكاك 0.08، قطر المتوسط 30 على باي دي ام 30 ناقصا الاف 0.08 في التقدم 8. هاي بالنسبة لي اللولب تورك تي ار مال اللولب وياها تي ار مال الكلر حيساوي 6.10 هذا الكيلو نيوتن للقوة، والاف كلر قلنا نفس الاف مال اللولب 0.08 في دي كلر قطر الكلر اعطينا بالسؤال 40 على 2. كمل هاي العملية طلع لي يعني تي ار 26.18 نيوتن متر. طبعا ادير بالي على الوحدات هنا، ادير بالي اذا مثلا تبي نيوتن لازم الاف اضربه في 10.3 حتى تحول من كيلو نيوتن لنيوتن، القطر حتى تحوله بالمتر، الدي ام مثلا لازم اضربه في 10.3. هاي كل الامور يجب ان ادير بالي على الوحدات واحاول اجرب واحل واطلع نفس الحل، احاول اجرب بالحاسبه.
الآن التي ال نفس العملية نفس القانون مال تي ال طبقه طلع لي التي ال 9.77. شوف هنا التورك المطلوب للانخفاض هو 9 نيوتن، في حين للصعود هو 26 نيوتن. فالمهم هو الصعود، لأن يعني إذا لو سمد على الصعود الهبوط ما يحتاج ليش القدرة المطلوبة، حوالي ثلث القدرة. وراء العملية بالفرنسي يقول أو جدي الإفشنسي إن رايزنج ذا لود، الإفشنسي في حالة الصعود. طبعا ما يطلب الإفشنسي في حالة الهبوط لأن هي قليلة أصلا، هي أهم إفشنسي في حالة الصعود. فالإفشنسي اللي هي الكفاءة يساوي إن الإف في التقدم على 2 باي تي آر. أنا تي آر الثاني طلعته، هذا تي آر 26.18 طلعت لي، يعني القوة هي 46 في التقدم 8 ملم على 2 باي في تي آر 26.18. طلعت لي الكفاءة 31.1%، يعني 31% كفاءة متدنية. لكن هي شنو؟ هو لأنه سهولة تصميم هذا اللولب وأهميته، وفي نقل تحويل الحركة الدائرية لحركة مستقيمة استخدم بشكل واسع في الأجهزة الطبية وأجهزة نقل الحركة وبالسيارات ومكان الإنتاج إلى آخره. الآن المطالب الإجهادات، أول شيء يقول أريد الشير ستريس، هذا الشير ستريس، هذا قانون 16 تي آر على باي دي آر تكعيب 16 تي آر، هذا موجود زين، اللي هو شنو اللي هو العزم مال من مال الصعود على باي، هذه في دي ار، دي ار 28 ملم، قلنا لانه القطر 32 اقصى باي البي اللي هي الخطوه سنه 28 بالخطوه 4 ملم. فتكعيب في 10^3، ال 10^3 صعد فوق لان حتى يحول هذه الى متر، صعد فوق فصارت هاي المعادلة. فإذا طلع عندي إجهاد القاص 6.07 ميجا باسكال. النورمال ستريس، نومنا النورمال ستريس هذا كلش بسيط، سيجما يساوي 4 F على باي دي آر، القوة على مساحة المقطع، قوة على مساحة، القوة F على المساحة، النسبة الثابتة في القطب التربيع على 4، هاي 4 صعدت فوق. فهذه يعني الإجهاد الاعتيادي هو الإجهاد البندك ستريس. طلع عندي هذه قيمة ناقص 10.39 ميجا باسكال. البيرنج ستريس with one thread carrying، هنا one thread، احنا قلنا شنو الانتي حتى شي يساوي لي واحد، الانتي واحد وقيمة القوة 38% من القوة. فإذا نسوى سيجما البيرنج خل اثنين في القوة، ما خل كل القوة إنما أخذ 38% منها على باي دي ام والتي بي واحد اللي عدد الجروفات اللي راح نستخدمها واحد في او على الاسنان في الخطوه. فطلع عندي ناقص 12.9 ميجا باسكال. والثريد ايضا روت بيندنج ستريس اللي هي بيندنج ستريس هم نفس الشيء، طبق المعادله مباشره، اخذ 38% لانه يريد 1 ثريد كارينج، 1 ثريد كارينج يعني حمل سن واحد، حمل سن واحد، اخذنا 38% من القوه والتي بي خليناها واحد والبيتش 4 مليم وطلعت لي 41.5 ميجا باسكال. هاي هنا انا طبعا نفتي السؤال بعد عندي يعني بالنسبه للفان مايسيز ان شاء الله ناخذها محاضره لاحقه، وبهذا السبب يكون انه انتهى هذا السؤال بالنسبه لي وانتهت المحاضره. هاي بعض الجداول اذا حبينا، هاي الجداول العامه لجميع الماده، لجميع المواد. طبعا هنا أنا عندي يعني هم نقطة شنو، عندي واجب بيتي، واجب بيتي حل بالفصل الثامن اللي هو بارس كروب تابشيق لي الأسئلة من 1 إلى 10، من 1 إلى 10. وأشكركم على حسن المتابعة، وأي واحد عنده أي سؤال إحنا حاضرين الإجابة سواء عن طريق الصف الإلكتروني أو عن طريق التواصل بيناتنا عن طريق الإيميل أو عن طريق ممثل الشعبة، وأي سؤال أنا إن شاء الله أجاوبكم فورا وما خلفت شيء مجهول بيناتنا ونتعاون. وشكرا جزيلا.